أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة تهتم بالجانب العلمي والثقافي للأئمة من خلال الدورات المكثفة التي تسهم في اتساع المدارك العلمية لهم. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العلمية للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية. نتابع. إيمانا من وزارة الأوقاف بأهمية التدريب النوعي التراكمي المستمر للعاملين بها، دورة تدريبية تثقيفية للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالأسكندرية في حضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، والهدف تنمية ورفع الجانب التعليمي والتثقيفي والاجتماعي لدى الأئمة للقيام بدورهم على الوجه الأكمل بما يواكب مستجدات العصر الحديث. في إطار خطة وزارة الأوقاف في رفع مستوى الأئمة وجميع العاملين بالوزارة من حيث البرامج التدريبية، سواء بأكاديمية الأوقاف أم بالإدارة العامة للتدريب أم بالشراكة مع الجامعات في التدريب في الجوانب الشرعية واللغوية والعلمية والثقافية، جاءت هذه الدورة كدورة نوعية شديدة التخصص حول الدعوة الإلكترونية. كان الأول الإمام دوره مقتصر على المسجد فقط، الآن الإمام دوره يعني داخل وخارج المسجد، وخصوصا على الساحة ساحة الإنترنت والشبكة العنكبوتية، لأن دي عليها نطاق واسع ونطاق أوسع وأكمل. ومن محافظة الأسكندرية إلى محافظة البحيرة، افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بتكلفة تزيد عن 9 ملايين جنيه على نفقة الأوقاف، إضافة إلى 5 مساجد أخرى جديدة بالمحافظة شيدت بالجهود الذاتية، ليأتي ما سبق ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد على مستوى الجمهورية. هذا المسجد على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة على النحو الذي نراه ب9.5 مليون تكلفة. إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة البحيرة في العامين الماضيين 217 مسجد. إجمالي ما تم في جمهورية مصر العربية في 8 أشهر، النهاردة بنتم بهذا المسجد 1300 مسجد. احنا في الفترة القادمة ان شاء الله في افتتاحات مساجد اخرى، وان احنا مقبلين على مجموعة من المشروعات منهم مشروع محور المحمودية. ان شاء الله ده في خير كبير لاهل البحيرة، هيحقق لهم كتير جدا، الكل لازم يساعدنا فيه. اللي انا بقدر اقوله ان احنا الفترة اللي فاتت دي نفذنا في بلد في محافظة البحيرة خلال السنتين اللي فاتوا مشروعات ب 56 مليار لفخامة رئيس الجمهورية، خص محافظة البحيرة بهذا المبلغ الضخم لان هو يساعدنا في قيام البنية التحتية داخل المحافظة وفي مشروعات قومية عظيمة بتوفر فرص عمل لأهل المحافظة. نشهد بناء على كافة مستويات في تنمية الريف المصري، في تبطين الترع والمصارف، في مشروعات كثيرة جدا ومنها المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. نحن بنثمن كل هذه الجهود المبذولة على كافة المستويات، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا وبلدنا الحبيب. وتختتم افتتاحات المساجد برسالة مفادها البناء والتشييد عنوانا، والنهوض بالقطاعات كافة مسارا خلال الفترة الحالية، ما بين تدريب وتثقيف للأئمة لإكسابهم أبعادا جديدة في تناول القضايا التي تهم المجتمع وكيفية التعامل مع الواقع، وما بين إحلال وتجديد وبناء المساجد بنماذج هندسية تتماشى مع مصر الحديثة التي غرز بذورها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطان متوازيان للأوقاف لمواكبة تحديات العصر بأدواته المعرفية الجديدة يليق بعظمة مصر الحديثة. من محافظة البحيرة، وليد هيكل، التلفزيون المصري.